من ينتهي إضراب حتى يعني يتم الدخول في إضراب جديد؟ إلى أين ستفضي الأمور باعتقادك؟ والمفارقة في خبرك إنه طيب إذا نظرنا ده بيوريك المشهد واصل لمرحلة وين الطلاب بيطالبوا ب يعني تقليل الرسوم. احنا عندنا اضرابين في الخبر وهم اضرابين متناقضين. الاساتذه بحاولوا يرفعوا مرتباتهم، الطلاب بحاولوا يخفضوا الرسوم. فهي المشهد اعتقد انه يعني الحاله الاقتصاديه مست كل الشعب السوداني بطرائق يعني مؤلمه جدا. فده بيخلي كثير من الـ من الـ من الجهات تحاول قدر الامكان انها تحقق مكاسب في ظل كيكه اصلا هي انتهت. يعني إذا نتكلم عن المسألة بتاعت الإضرابات اللي هي حق مشروع، لأنه فعليا البلد داخلة في حالة إضراب عام وعصيان مدني ممكن هو ما معلن، لكن الواقع بيقول إذا خشيت أي مؤسسة حكومية بتلقاها شغالة يعني قد يكون بنسبة 50 إذا متفائلين بنسبة 40-60% من قواها العاملة، لأنه كثير من الموظفين ما عادوا يستطيعوا الوصول إلى مكان أماكن عملهم لأنه مرتباتهم ما بتكفيهم مواصلات. لم تطرح الدولة أي رؤية لحل هذه الأزمة؟ ما هي السيناريوهات المتوقعة باعتقادك؟ وأنا أعتقد أننا نحن الآن في حالة غياب الدولة، يعني الدولة غايبة عن دورك تماماً في كل المجالات. وزير المالية بيطلع في أكثر من موقع بيقول والله أنا ما زدت الرسوم للجهة الفلانية، وبنجد أنه في جهات بتزيد الرسوم، في جهات بتفرض رسوم جديدة في حال غياب مجلس تشريعي، غياب جهاز تنفيذي قادر على المتابعة. الآن نحن بقينا نهباً لقرارات عشوائية متناقضة، يعني بتأثر يمكن في كلنا بنعلم في كل الدول وحتى عندنا في السودان. إلى وقت قريب كانت الدولة إذا ذات تتخذ قرار بزيادة سلعة ما أو فرض رسوم ما بيسبق ده دراسة اجتماعية في المقام الأول، الأثر الاجتماعي للقرار في المستقبل بيكون شنو، من ثم بعد ذاك بيتم المقاربة ما بين فائدة مادية مرجوة من القرار وأثره الاجتماعي ويتم اتخاذ القرار. ولكن الآن بعد كل من يملك قلما يتخذ قرار قد يؤدي إلى يعني ما يؤدي إلى أثره في المجتمع، وبالتالي أعتقد أننا الآن بنشهد ارتفاع في معدلات الجرائم، بنشهد ارتفاع في حالة السخط العام من الدولة، وده قد يؤدي إلى انهيار أو يؤدي إلى مسألة بتاعت إغلاق كامل للمؤسسات ومؤسسات الخدمة. هل العام الدراسي للجامعات بعد أزمة زيادة الرسوم وإضراب كذلك معلمي المدارس يعني أصبح على المحك؟ هل يمكن أن نقول ومش العام الدراسي والسنة، أعتقد أنه العام الدراسي والسنة، أعتقد أنه الآن كل الخدمة المدنية وكل دولاب الدولة هو على المحك، يعني مش العام الدراسي فقط، لأنه إذا لم يتم حلحلة الأزمة السياسية وتأسيس أو قيام مؤسسات الدولة بشكلها الطبيعي عشان تؤدي دورها في حلحلة المشاكل ومحاولة إيجاد مخارج، لأنه نحن الآن يعني إذا نظرنا للميزانية بتاعت 2023 رغمنا لم تعلم بشكل واضح الأرقام فيها، لكن الواضح الاعتماد فيها على الرسوم والجبايات، وبالتالي ده بيفرض مزيد من يعني الأعباء على المواطن أصلا لم يعد يستطيع أن يعني يكفي نصف أو ربع يومه يعني.